أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا وهذه عناوينها. مصرع العشرات في مدينتي درنا والبيضاء جراء السيول. الإسعاف يؤكد حاجته إلى مروحيات لإنقاذ العالقين في سوسة. والحكومة المكلفة تعلن درنا مدينة منكوبة. أفاد مراسل الحدث بمصرع العشرات من المواطنين جراء الفيضانات في مدينتي درنا والبيضاء، اللجنة العليا للطوارئ أعلنت من جانبها حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين في درنا، في حين تستمر فرق الإنقاذ في محاولاتها للوصول إلى العالقين في مدينة البيضاء. أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ فقدان سيارتي إسعاف في مدينة البيضاء، إحداهما جرفت نتيجة السيل بالمدينة أثناء محاولة إخراج العائلات وانهيار جزء من مبنى فرع الإسعاف بالمدينة، موضحاً أن مياه الأمطار دخلت العيادة رقم 3 في المستشفى حيث جرى إجلاؤها بالكامل. أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف بأن مدينة السوسة تحت الماء بالكامل وأن البيوت جميعها غارقة، مؤكداً صعوبة الوضع في المدينة، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة لاستمرار جهود إنقاذ العالقين في سوسة تتمثل في دعم من الطيران المروحية. أعلنت البعثة الأممية في ليبيا وقوفها على أهمية الاستعداد لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة للاستجابة لحالة الطوارئ وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم. أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أعلنت درنا مدينة منكوبة جراء العاصفة التي ضربتها، مناشدة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك. أعلنت الشركة القابضة للاتصالات فتح خدمات الاتصالات مجانا للمواطنين عبر شبكتي المدار وليبينا على خلفية ما تمر به مدن المنطقة الشرقية من ظروف استثنائية، وذلك لإتاحة الفرصة للتواصل وطلب المساعدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.